السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل الكاميرا الخفية اليوم مصاب ومحتاج لسيارة أجرة. وقف تاكسي مشكين ركبة في نص الطريق، قال نبي شيشة مية. شوفوا شيشة مية قديش كلفتها هلبة مسكين. تعال تعال نشوف شن كلف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خير يا حويش. خير يا عمي. اه يا دار يا شن حالك؟ هيا الاخبار بعد؟ شن حالك؟ سمحنا بالله رجلي شوية. وان شاء الله لبس عليك. وريك بس نبو شرع الزاوية. هاي توكل الله. هاي ان شاء الله حبيبي. هاي ان شاء الله. هاي. شن الاخبار بعد؟ ولا لا باي الحمد لله. شنو امورك انت؟ باي باي الحمد لله. صحة باي. اولف من هنا لفك يا. باي ان شاء الله. ولا نمشي مستريح. لا لف لفك. لف لف وارجع. ورجي راهو زحمه. لا قرلف نبي شيش ميه وشويه عصير بالله عليك. وباي انت شنو قلت لي مستعجل؟ شوف رجلي انت خذ حتى بالموقف يا اخوي. ما هو عندي مندير بس ماشي. اه هني قدم شوي 100% وقف 100% تمام. اه نعطيكم. لا لا عندي والله عندي والله يعزمك والله احلفت. لا لا عندي والله احلفت. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يزيدك فضلك. السيارة لي يا عمي. نعم؟ السيارة لي. عادي شوف شغلك يا ابني. عادي توكل عادي. كيف نعدي؟ في سيارتي يا ابني. سيارتي ما تفتحش الباب. شنو تبي أنت؟ السيارة لي هذه. في سيارتي. نعم. سيارة فيها عيلة معلش عادي غادي يا. كيف السيارة لي يعني؟ عادي فيها عيلة السيارة يا رجل عادي توجيه صاحب العيلة دي لك مشكلة رأى مش شورينا عادي تعرفوه انتو هذا ولا شنو؟ تعرفوه برا عادي نزل شوي شن ننزل؟ السيارة سيارتي يعني نعم ما تقربهاش سيارتي يا رجل كيف سيارتي؟ سيارتي غير شن فيه قال لي سيارتي كيرك اه صح سيارتك خير العيله فحل زي العيله طول سيارتي كيرك يا رجل سياره ليه هذا شو سياره ليك كيرك العيله يا رجل العيله كيرك انت شو تدير وقفك هنا يا اسطى قلت شو وقفك هنا يا سيارة يا راجل قال شو مالك سياره ايش السياره عيني عيني كيكي ولا سياره لك شو ورقي شنو ورقي طيب لا دقيقه شو دقيقه تو دقيقه انت شو وقفك هنا باش تدير هنا اسمح لي هذا صاحب العيله تفهم هذا صاحب العيله في عائلة ثاني وفي مرتي وصغاري معقولة تخش بالسيارة مرتك وصغارك نبي السيارة سيارتي عارف ومن بدري هو واقف غادي يبحت راح اه تفاهم من المحل لا لا تبحت منين تبحت فيك واقف غادي تبحت السيارة اللي ركبت العائلة وجيت قلت دقيقة ايش بين باهي باهي عندي تفاهم معاه ما تفهم تفاهم معاه عيلتي داخل يا راجل عيلتي داخل تفاهم معاه بعد تقول لي عيب عندي عائلة عيب اللي تدير فيه راهي عيب اللي تدير فيه عيب راه شوية بس شنو شوية بس عندي عائلتي لداخل يا رجل عندي حتى تليفوني لا ما فيش شيء لا ما فيش تليفوني لا وكتيب السيارة باسمي وسيارة كل شيء باسمي ما فيش حاجة لك يعني ايش بيه؟ مالك غلط انت مالك غلط انا ارتيق العائلة 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 ما تجيليش عندي العائلة عندي العائلة عندي العائلة عندي العائلة ما تشبحش تليفوني وانا تليفونك ما عندك شيء ما فيش ايش بيه برق دايك انت صغار يا راجل ما اسمع ما رد دايك هو ورا هذا علاش ترى ضربتك شمس اه سخون هاي توكل الله اسكتني والله اني وكرك ضامن تاك
كي دقيقة غير سيارة الراجل يا راجل العيلة عندي 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 العيلة أنا يا عندي العيلة الكتيب شني وين الكتيب وين لا لا وين الكتيب بس كتيب شني وين الكتيب لا بس طلع كتيب يا أم الكتيب هذا وين الكتيب أم الكتيب وريه وريه كتيب كتيب طوري هولك تعرف هذا انا شو تعرفني هذا انا ليش تعرفني هذا انا وعليا شو تعرفني هذا انا دقيقه بعد دقيقه 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 انا وقفتك وقفتك شنو انت وقفتك انا وين رجلي مدايره وين رجلي مدايره هي وين رجلي مدايره وين رجلي مدايره وين كتيبك وريك كتيبك اه كتيب كتيب يا ضو علي انت وين دقيقه 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 ابو كتيب تبتاكله مني توا تاخذ الكتيب وريه وريه وعليا سكر زرتك دقيقه دقيقه اوقف شوي اوقف شوي دقيقه 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 هذا الكتيب لا سيب الكتيب اوقف شوي اوقف شوي دقيقه خليه وريك كتيب ها وريك كتيب عنده ها الكتيب تعال خذها ها الكتيب تعال خذها هو قهوة يا شمية باكو طيبك هاك باكو طيبك ها هو هاكو طيبة هاي هاي العيلة لا العيلة لا العيلة لا العيلة لا العيلة لا العيلة لا يسر العيلة لا عيب عيب لا عيب عيب العيلة لا عيب كيف مراهم لا اسمعني شنو صار ركبه اسمعني ركبته غير هاي بتشبحش المرة اللي عندي منادرز معاه تبي وريك كتيبك انا امنا يا مرعي امنا يا مرعي ها هي كتيبك امنا يا مرعي امنا يا مرعي تعال صلي على النبي صلي على النبي شوف الكتيب صلي على النبي قرشد لي فيده لحي لي فيده قنحي لي فيدك باه يا كتيبك السياره شوف كتيبك شوف كاميرا خفية غير جوك هذا الكتيب هذا كنت معنا طبعا برنامج غير جوك وهذا برنامج برعاية شركة التواصل الليبيا هذا وكيل حصري لأجهزة سامسونج وهذه طبعا هدية مقدمة من شركة التواصل الليبيا برنامج كاميرا خفية تفضل هاي الكاميرا شكرا